السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متشبين الكرام، كنتمنى من الله كل شيكم بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. جديد دور الصفيح وكارثة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. علاش كنقول كارثة؟ لأنها داخل فيها المادة، داخل فيها أمور اللي هي مادية، الناس تلفوا ما عرفوش ما يقدموا ما يوخروا. كنهضروا على الساكنة ديال دور الصفيح ديال دوار الصاد المسيرة جوج شيكا، واللي وصل عليهم الدور ديال جمع الوثائق وانتظار القرعة باش يدوزوا في القرعة ويقضيو الغرض ديالهم. اللي كنبغيو نأكدوا عليه حساب مجموعة من الاتصالات اللي توصلنا بها، فالناس لاقين مشكل فيما يتعلق بالضوء، أن الضوء ما يمكنش يدخل إلا خلص بنادم داكشي اللي كيتسالو. هنا نناشد الشركة المكلفة أنها تلقى شي طريقة شي سبل اللي تكون تيسر الامور، لان ما كنظنش، راه كنهضروا على المئات ربما ديال الاسر اللي ما مخلصينش، ربما المئات ديال الاسر اللي كاين اللي عنده مليون، كاين اللي عنده 2 مليون، كاين اللي عنده 3، فما كنظنش شي واحد عنده 3 4 مليون حاطها باش غيخلص الواجب ديال الشقه ويدوز مباشره وغادي يخلص الواجب ديال الضو. فكنتمنى من الله يكون شي حلول اللي تكون مرضيه للطرفين. حنا ماشي مع الناس تستغل الضو بالمجانيه، وماشي مع الدرويش عاوتاني تنزل عليه في هاد الظرفيه بالذات وفي هاد الوضع هكذا. فكنتمناو من الله ان الحلول تكون، وكنتمناو من السلطات المحليه تاخذ بعين الاعتبار هاد الوضع هذا اللي الناس محتاجين اللي يوقف معاهم، اللي يكون معاهم باش عمليه الهدم تمشي مزيان، وحتى الناس يلقاو راسهم بمعنى انه ما يتزيروش شي تزيره اللي ما كاينش، اولا يدخلوا الشقق ديالهم ويبقاو بلا ضو ويرجعوا الامور اللي هي عشوائيه، كيفاش غياخذوا الضو عاوتاني. فكنظن الرساله راه واضحه، راه ملي كنهضروا على اسره اللي عندها الضو مجموعه عليها 3 مليون ولا 4، كيفاش بغيتي 4 مليون وبغيتي 11 مليون شقه وحويجات اخرين؟ فراه صعيب. كنتمناو من الشركه المكلفه انها دير واحد استراتيجيه، ورسالتي للشركه المكلفه انها تراعي الظروف بعض الاسر، لان الله اللي عالم بهم. ما نستغلوش هذا الوضع ديال العمليه هذا، راه كاين اللي غيقدر يقول لك خليني في البراك انا كاع ما نمشي كاع، وهذا ماشي حل. يعني الله يجازيكم بخير، نتمنى من الله تكون واحد الحلول، ربما واحد الثمن اللي هو رمزي مثلا اللي يقدر يتزاد، اولا يتم الاعفاء، اولا شي طريقه من هذا الشيء هذا، لانه حتى في الوقت اللي كنشوفوا البنود ديال الكونترا اللي كتكون، فكنسمعوا ان او كنقراو انه في حاله عدم الدفع لمده شهرين او 3 اشهر يتم ايقاف التزويد. كيف للشركه لم توقف التزويد لمده سنوات حتى وصلت هذه المبالغ الكبيره؟ يعني هنا سؤال عريض. كنتمنى من الله الخير للجميع، حنا بغينا غير الامور تكون مزيانه وتمشي الامور بما يرضي الله، هذا هو اللي كاين. تهلاو ليا في راسكم، نتلاقاو في فيديو جديد، ونتمنوا من الله يدار شي تاول دخل، لان الناس مساكن مدعوقين، كيتواصلوا معنا ناس يعني ما عرفوا ما يديروا الحاليه، الناس تالفه ما بغاتش تاخذ شي قرار اللي يكون يرجع بالضرر ولا شي حاجه من هذا الشيء هذا. نتمنوا من الله الامور تمشي مزيان، تهلاو في راسكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.